وها هو ابن طولون وال من ولاة مصر، ولا زالت مصر ترزأ بظالم وراء ظالم. ونسأل الله أن يفرج عن إخواننا في كل مكان. هذا الوالي يا أيها الأحبة ما كان منه إلا أن قتل 18,000 مسلم في تلك الأرض، وقتلهم بقتلة هي أبشع أنواع القتل، حبس عنهم الطعام والشراب حتى ماتوا جوعا وعطشا. فسمع أبو الحسن الزاهد عليه رحمة الله فأقض مضجعه أن يسمع بإخوته يعذبون ثم لا يذهب، وقد سمع قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر. ذهب إليه وقال له: اتق الله في دماء المسلمين، وخوفه بالله، فأرغى وأزبد وأمر بأن يسجن في سجن، وأمر بأسد أن يجوع لمدة 3 أيام. ثم جاء فجمع الناس جميعهم، ثم ما كان منه إلا أن جاء بهذا الرجل وجاء بذلك الأسد المجوع 3 أيام، جمع الناس كلهم، ثم قام هذا الرجل متصلا بالله الذي لا إله إلا هو، قام يصلي. أما الأسد فقد أطلقوه عليه، فانطلق الأسد حتى قرب منه ثم توقف، وقام ينظر إليه ويشمشمه ويسيل اللعاب على يديه وفيها من الجراح ما فيها. فما كان من الناس إلا أن ذهلوا، وما كان من الطاغية إلا أن ذهل، وما كان من الأسد إلا أن رجع وهو جائع 3 أيام. من الذي حفظه إلا الله الذي يحفظ من يحفظه في وقت الرخاء؟ ما كان منهم إلا أن اجتمعوا بشيخهم وإمامهم بعد ذلك وقالوا: يا أبا الحسن، فيما كنت تفكر يوم قدم عليك الأسد؟ قال: والله ما فكرت فيما فيه تفكرون، ولا خفت مما منه تخافون، ولكني قلت أقول في نفسي: ألعاب الأسد نجس أم طاهر لئلا ينقض وضوئي وأنا متصل بالله الذي لا إله إلا هو. حفظ الله فحفظهم الله، وما اعتصم عبد بالله فكادته السماوات والأرض إلا جعل الله له منها فرجا ومخرجا. فاللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا.